السلام عليكم يا سنة تالتة. النهاردة بمشيئة الرحمن هنكمل درس النعت. يعني درسنا النهاردة تابع النعت. ليه احنا خدنا النعت قبل كده؟ خدنا امبارح. خدنا النعت المفرد امبارح يا سنة تالتة. النهاردة بمشيئة الرحمن هنكمل النعت الجملة. ايه هو النعت الجملة؟ هو ما كان النعت جملة اسمية أو فعلية. النعت الجملة يعني النعت جملة اسمية أو جملة إيه؟ فعلية. طب يشترط في النعت الجملة شرطان. أول حاجة شرط في المنعوت وشرط في جملة النعت. شرط في المنعوت وشرط في جملة النعت. أن يكون المنعوت نكرة. لازم يكون المنعوت إيه؟ نكرة. ينفع يجي المنعوت معرفة؟ لا. ينفع يجي المنعوت معرفة يا سنة تالتة؟ في النعت الجملة لا. في النعت الجملة ايه؟ لا. لابد ان يكون المنعوت ايه؟ نكرة. طب والشرط الثاني؟ الشرط ان تشتمل جملة النعت على ضمير. لازم جملة النعت يكون فيها ايه؟ ضمير. ومن التفعيل ان الضمير دوت هيعود على مين؟ على المنعوت. ان يشتمل على ضمير يعود على المنعوت. يشتمل على ضمير يعود على ايه؟ المنعوت. ومتفقين من امبارح ان الضمير بيطابق المنعوت في العدد وفي النوع. في العدد وايه؟ وفي النوع. تعالوا ما نشوف الامثله ونشوف الشرطين توافروا في الامثله. قرات كتابا. انا كده فهمت جمله. انا قريت كتاب. يبقى كتابا مفعول به منصوب علامه نصبه. يا سلام. الكتاب ده ماله؟ أوصافه إيه؟ شكله إيه؟ أفكاره مرتبة. جملة أفكاره مرتبة دي اسمية ولا فعلية سنة تالتة؟ كلها اسمية. يبقى أفكار مبتدأ مرفوع وعلامة رفعية ضمة، ولها ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، ومرتبة خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعية ضمة. كده واسكت؟ خلصت انا؟ لا طبعا. ده انا قلت ان النهارده النعت ممكن يبقى ايه؟ جمله. النعت النهارده ممكن يبقى ايه؟ جمله. وعرفت ان اي جمله بعد اسم نكره تتعرف ايه؟ نعت. يعني هقول افكار مرتبه زي ما كنت بقول عليها امبارح جمله اسميه في محل رفع خبر المبتدا. النهارده هقول أفكار مرتبة جملة اسمية في محل نصب نعت. طب في محل نصب نعت ليه يا سنة تالتة؟ عشان المنعوت منصوب. عشان المنعوت إيه؟ منصوب. وإحنا من الحصة اللي فاتت قلنا إن النعت بيتبع إيه؟ منعوته في الإعراب رفعًا ونصبًا وجرًا. تمام؟ تعالى ما نجيب مثال تاني. قاد الجيش. الجيش هنا فاعل؟ لا. الفاعل قائد. الفاعل ايه؟ قائد. المفعول به مقدم هنا على الفاعل. قاد الجيش قائد شجاعته ملحوظه. قائد دي نكره ولا معرفه؟ نكره. يبقى توفر في شرط من شروط نعت الجمله اللي هو ان يكون المنعوت ايه؟ نكره. شجاعته ملحوظة جملة اسمية مبتدأ وخبر. جملة اسمية ايه؟ مبتدأ وخبر. يبقى شجاعته ملحوظة جملة اسمية في محل رفع نعت. جملة اسمية في محل رفع ايه؟ نعت. توفر الشرط الثاني. توفر الشرط الثاني اللي هو ايه؟ وجود ضمير. اللي هو ايه سنة تالتة؟ وجود ضمير. يعود على مين يا سنة تالتة؟ على المنعوت. ويتبعه الإعراب. يعود على المنعوت ويتبعه في النوع والتسكين والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. تمام الكلام؟ طيب هذا طالب. هذا اسم إشارة مبتدأ وطالب خبر مرفوع علامة رفع الضمير. نكرة؟ نكرة. في أل؟ لا. أخو ضمير؟ لا. علم؟ لا. يبقى نكر. يقبل أن. يقبل إيه؟ أن. وبعديه جملة فعلية. بعديه إيه؟
يستعدوا. يستعدوا فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه، والفعل ضمير مستتر تقديره هو. ادي الرابط موجود اهو، ادي الضمير موجود اهو بس مستتر، والجمله الفعليه في محل رفع. نعم الجمله الفعليه في محل رفع ايه؟ نعم الجمله الفعليه في محل رفع ايه؟ نعم عشان ايه؟ عشان توفر فيها الشرطين. الشرط الاول ايه؟ المنعوت له. طب والشرط الثاني ايه؟ ان الجمله تحتوي على ضمير. الجمله تحتوي على ايه؟ ضمير. هذا كتاب، هذا كتاب نكره انزلناه للناس، انزلناه للناس. الهاء الضمير اهو، الضمير اهو يا سنه ثالثه، والجمله الفعليه هي سنه ثالثه. بعد كلمه نكره يا سنه ثالثه فجمله فعليه في محل رفع نعم. يعني احنا خدنا جمله اسميه في محل نصب نعم، وجمله اسميه في محل رفع نعم، وجمله فعليه وجمله فعليه في محل رفع نعم. بس نصب ورفع بس؟ لا طبعا مجار، لا طبعا مجار. اهو استمعت الى خطيب، استمعت الى خطيب نكره اسم مجرور علامه جر الكسر. يكذب الناس، يكذب الناس، يكذب هو الناس، يكذب هو الناس. جملة فعلية في محل جر نعم عشان المنعوت نكرة، ودي جملة وفيها ضمير فده نعت جملة. نعت ايه؟ جملة. سكنت بيتا، سكنت بيتا، بيتا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، يتسع لجميع الأحباب. يتسع، يتسع، يتسع هو، يتسع ايه؟ هو. ركز معايا، ايه اللي انا خدته النهارده؟ النعت، الجمله، جمله اسميه او جمله ايه؟ فعليه. في شرطين، الشرط الاول المنعود نكر ليس معرفه، والشرط الثاني ان تشتمل جمله النعت على ضمير، تشتمل جمله النعت على ايه؟ على ضمير. ركز في اخر حته النهارده. النعت الجملة اسمية أو فعلية في محل رفع أو نصب أو جر نعم، رفع أو نصب أو جر نعم على حسب إعراب منعوت، على حسب إعراب إيه؟ منعوت. فهمنا النعت الجملة يا سنة تالتة؟ تعال نشوف النعت شبه الجملة، النعت شبه الجملة. يعني إيه نعت شبه الجملة بقى؟ يعني إيه؟ هو ما كان النعت ظرفا او جارا ومجرورا، نفس الخبر شبه الجمله بتاع امبارح، نفس الخبر شبه الجمله بتاع امبارح. هو ما كان النعت ظرفا، ظرفا لوحده عشان اللي بعد الظرف مضاف اليه او جار ومجرور، او جار ايه؟ ومجرور. النعت الجمله كان عايز شرطين. طب والنعت شبه الجمله؟ قانون عايز شرط واحد، عايز شرط واحد. ايه هو الشرط الواحد يا سنه ثالثه؟ ان يكون المنعوت نكره بس. الشرط الواحد ان يكون المنعوت نكره بس، ان يكون المنعوت نكره، ان يكون المنعوت ايه؟ نكره. تعال نشوف الامثال. رايت معلما، نكره ولا معرفه؟ نكره. يبقى شبه الجمله في الفصل في حرف جر والفصل اسم مجرور وعلامه جر الكسره في محل نصب نعم، يبقى شبه الجمله في محل نصب نعم. شبه الجمله ايه سنه ثالثه؟ في محل نصب نعم. تعال، وضعت كتابا، وضعت كتابا، كتابا مفعول به منصوب علامه نصبه الفتحه. نكرة ولا معرفة؟ نكرة. نكرة ولا معرفة؟ نكرة. طب بعديها ايه؟ ظرف. بعديها ايه؟ ظرف. كلمة فوق. ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة في محل نصب نعت. في محل نصب ايه؟ نعت.
طب النحت هنا فوق لوحدها ولا فوق المكتب؟ فوق لوحدها، لان المكتب خدناها في سنه 5 مضاف اليه مجرور وعلامه جر الكسر، يبقى الظرف لوحده هو النعت. هذا عصفور، هذا عصفور. عصفور نكره ولا معرفه؟ نكره. بين الاقصار، بين الاقصار ظرف مكان منصوب في محل رفع نعت. طب نوع النعت هنا ايه؟ شبه جمله. طب شبه جمله ليه؟ عشان ظرف. شبه جمله ليه؟ عشان ظرف. الطائره محلقه في الفضاء، في حرف جر مبني، والفضاء اسم مجرور وعلامه جر الكسر، وشبه الجمله الجر والمجرور في محل رفع نعم. في محل رفع ايه؟ نعم. جلس مصلون، جلس مصلون في المسجد، في المسجد في حرف جر، والمسجد اسم مجرور وعلامه جر الكسره، وشبه الجمله الجار والمجرور، شبه الجمله الجار والمجرور في محل رفع نعت. يبقى احنا خدنا ايه؟ خدنا تالت نوع من انواع النعت، النعت شبه الجمله. النوع التالت من انواع النعت، النعت شبه الجمله، اللي هو ايه؟ الظرف او الجار والمجرور. الظرف او الايه؟ الجار والمجرور. له شروط، شرط واحد. له شروط، شرط واحد. ان يكون المنعوت ايه؟ نكره. ان يكون المنعوت ايه؟ نكره. تمام الكلام؟ شبه الجمله، شبه الجمله الجار والمجرور او الظرفي، شبه الجمله الجار والمجرور او الظرفي في محل رفع او نصب او جر على حسب اعراب المنعوت، زي ما قلنا في النعت الجمله، زي ما قلنا في النعت الايه؟ الجمله. انما النعت المفرد هو اللي على طول بقول عليه مرفوع او منصوب او مجرور. اما الجمله وشبه الجمله في محل، في محل رفع او نصب او جر. فهمنا النعت كده يا سنه ثالثه؟ تعالى علشان ناخد حاجه اوعى تنساها مدى حياتك، اوعى تنساها مدى حياتك، وهحتاجها تاني في درس الحال، وهحتاجها تاني في درس الايه؟ الحال، اللي هو ايه؟ الجمل، الجمل وشبه الجمل بعد النكرات صفات. بعد النكرات ايه؟ صفات. مش عارفه يعني ايه صفات يا ميس؟ يعني نقول. يعني ايه صفات يا سمتان؟ يعني نقول. طب بعد المعارف احوال، بعد المعارف احوال. الجمل وشبه الجمل بعد النكرات صفات. طب بعد المعارف احوال، احتاجها في الدرس اللي جاي، درس الايه؟ الحال. تمام يا سنه ثالثه؟ تمام. تعالى بقى ما ناخد تدريب كده على اللي احنا خدناه امبارح والنهارده، اما شفتوا فهمتوه ولا لا. بيقول استخرج النعت وبين نوعه ومحله الاعراب. استخرج النعت وبين نوعه ومحله الاعراب. النعت شبه الجمله، والجمله يا ولاد هو اللي بيحتاج منك شويه تأني، هو اللي بيحتاج منك شويه تأني، اللي هو ايه؟ اروح ادور على الشرطين بتوعه. امشي في قلمك كلمه كلمه، امشي في قلمك كلمه كلمه. تنزهت في حديقة، كلمة حديقة دي كلمة نكرة، كلمة إيه؟ نكرة. يبقى أول شرط موجود، وبعديها جملة اسمية كامل، وبعديها ايه؟ جملة اسمية كامل، واشتمل عليها ايه؟ ضمير. اشتملت على ايه؟ ضمير، صح الكلام؟ يبقى نعت. طب نعت نوعه ايه؟ جملة اسمية. نعت بنوعه ايه يا ولاد؟ جملة اسمية. طب محله الاعراب ايه؟ في محل جر، في محل جر نعت. طب في محل جر نعت ليه؟ عشان منعوته مجرور، عشان منعوته ايه؟ مجرور. تعالى لمثال تاني، أعيش
مع أخ، أعيش مع أخ يضحي. يضحي الشرطين توافر. كلمة أخ نكرة، كلمة أخ إيه؟ وكلمة يضحي جملة فعلية تشتغل على ضمير يضحي هو. يبقى نعت جملة فعلية، نعت جملة إيه؟ فعلية. نعت إيه سنة تالتة؟ جملة فعلية. طب محل الإعراب إيه؟ في محل جار. في محل إيه؟ جار. مر أمير، مر إيه؟ أمير وسط حراسه. مر أمير وسط حراسه. وسط شيء جم شبه ايه؟ نعت يا ولاد شبه جم. طب محل الاعراب ايه؟ في محل رفع. طب ليه يا ولاد في محل رفع؟ عشان المنعوت مرفوع. عشان المنعوت ايه؟ مرفوع. احب الله عبده، عبده، عبده معرفه. من انواع المعرف ايه؟ عرف الضمير اهو، عرف الضمير، عرف الاضافه اهو. يبقى الصادق نعت، والامين نعت، والمخلص نعت. وايه ده؟ هي النعود ممكن تتعدد؟ اه، ما احنا خدنا امبارح ان النعود ممكن تتعدد. يبقى كلمه الصادق نعت منصوبه على مصدر فتح، وكلمة الأمين نعم منصوب علامة مصدر الفتحة، وكلمة المخلص نعم منصوب علامة مصدر الفتحة. النعوت الثلاثة مفرد، نعت مفرد، نعت إيه؟ منصوب، نعت مفرد منصوب. هقول نعت مفرد في محل نصب يا أولاد؟ لا، النعت المفرد دائما يا منصوب يا مرفوع يا مجرور. أمال إيه اللي بيبقى في محل؟ النعت الجملة أو النعت شبه الجملة. النعت الجملة أو النعت شبه هذا العالم، العالم هذا محبوب. فين النعت؟ ما احنا اتفقنا، ما احنا اتفقنا ان اي اسم اشاره بعد اسم معرفه يعرب نعت. اسم الاشاره بعد اسم معرفه يعرب ايه؟ نعت. اسم اشاره بعد اسم معرفه يعرب ايه؟ نعت. يعني ده هقول عليه ايه؟ اسم اشاره مبني في محل رفع نعت، ده نعت مفرد. ده نعت يا ولاد، نعت يا سنة تالتة مفرد. الطالب الذي أجاد إلقاء الشعر فائز. شفت المبتدأ فين يا ولاد؟ تعالى أوريك كده، شوف المبتدأ فين. الطالب مبتدأ. وإحنا صغيرين في رابعة ابتدائي اللي لازم أروح أدور على تاني كلمة على طول عشان هتبقى الخبر، لا، الخبر أهو يا ولاد. شوف المبتدأ فين وشوف الخبر بتاعه فين. الطالب فائز. اما الكلمه التي فيها علامه ايه؟ احنا خدناها الاسماء الموصوله بعد اسم معرفه نعت، ونعت مفرد. نعت ايه؟